مركا ضدكي اللي ربي إنه ضد كان أجر جيران وحي أهايين سياسيين تي ضل كان قدومي يالك صار نقضي ضدكي أجوينا اللي ربي إنه أسكرتي الدفاعان سيدا الله بهدلايو والله كلا فرنايو والله لينايو والجرادة اللي وجود الدنيا هاي كوي جرمت كلا جسوا جاي لو سمرية بيبي كدقين بابو جدة كوي دقان كان الدولان كو أها أيه بيجريه ده مرتي كو أها دين وحين ليه نكالمة يا ضد كان أنا قال ليني نه نقول عاوية مركز نصيب درة كل عضي إذا ما تدقلي مرفلة فريمها كجرة يا حتى نقول بق دقلي مرفلة إيه ناقول با وحبرتي وما أنتي ربطة إن دقان كده وحكي النقطة دولة ده حق اللي ودليه هينا معني وحكي النقطة والله بوسة يا مرول ولا تاك تاجي يا مركز استيد عاوية دو سنجرين نصيب درة كل عضي أنت يرى هذا اللي قلنا ليه إلهي بأن الله شهية واستيت كاسي مجال هذا مقدشو مع المهدي وحق بالله وحوي إن لانقابة هاي ويرادو ضدك قريو ده مركو دعاي إذن كل لانقابة تهين صومالي دي أردن دير حديهن دارو دار خوف والبو حمرا وحال لغا ورور ريكسان هيا بريهان ديقلي يمرفلي قريو ده يدارو ده يقنع سيقو ده يقا أقبضن جعاي اللوغة ما ورور ريكسان ننكا قفك مرصدا كبت افك كجلي حمر جدهي ده قفك مطان عبد الله ده بدا قري كجلي رولك كبوبي ده اديغنا غريها جو قادنيا لكن وخا لا غا وروريغا وخا وي انستيتوشن كاس هدا كوليسن مالنت كاس يعني مس مدخا لا ديلا مالنت كاس لا سو ججبيو مركا لا غو ربيناي كون هدا حمر جوغي غنحسي ان لينا والله انان لدي كليحنين مالنت سيستم كلا سو دميو باي دبا كلا فيك او كدحو اوغو غريها اليدينا لا لوريغا دادكان سغاشن اي كودي غريو ددغي هي باي اسك دغين صلاهنا كو توكدين حدا وخا لا يدين كغا بقايا سيستم ا ديسن سوما حدي غريين لو قاط حمر ستيت كو وخي هانتي يالا او دن هل مالين او حراشيا سيدي baabuurti habar gidir hubka bay dhabageeyneysa lagu qabtay oo kale iyadan xabad lagu ridin way ka hareen sharci ba ka reebay adduunka sharciya wax lagu hoggaamiyaa gacan kaliya ma aha sidaasi awgeed system kana la idin kaga baqaya maalinta system ka qorta laga soo jabiyo ama eelay ahaw waxa beenta la idin sheegay hadda ama hariin ahaw ama liisan ahaw ama jiroon ahaw ama geelila ahaw ama shanta caleem ahaw اما ديجل دي اما مريفل دي وحربت شاقو حتى مع بيمال مال انت سيستم كباي دبت شوغا لمري واي ماذا حلقا سو جبيو لامياد حمر على ايدينكو كدا ايدينك ايالاي حم باتيين قوف كدير او ابييلو واي حمر كد دي مرصدك قوري كاقاتي اقوانت حولا اقوامات قوف كي دعاي الهي مكعب صدي حرونتي اقوانت على دعاي وادو جيدان marka anagu wax sheeg waan daalnay waan idin sheegaynaa wali laakiin waxaan rabaa inaan ku sheego nasiib darra idin ku dhacday hal fikradna waan idin ku darayaa wiilashaasi danab hal difaaco system kan lafta gareen oo hoggaaminayo ya iyo baarlamaanka kuwa ku jira haddii dad tihiin wiilashaasi wadada hooyooyinkooda sokorta ay u marto fadhiya difaaca haddii laga kala firdhiyo meesha waa la idin yaabaa hadda ma kuu sheegay aniga ama nimankan macnihi meelaha ordaaya dadkan war uma haysaan war ha dambaabina been ha isu sheegina wax ma qaban marka laga reebo ani haddaan war kuu soo koobo dad la farxumeeyey oo haddana filimaan laga haysto oo maafiya gacanta ugu jiro horay looga fakaray in lagu shaqaysto walaalayaalow ma leexanayaan ilaa ila dila ma ahane adeeradeen an runtaan kuu sheegaa hebel hebel ma ku dhahayo dadkan aad u jeedid oo 70 jirada 80 jirada 50 jirada ah oo madaxda inoo soo noqday horaan baa hoteelada kaamirooyin loogu xidhay horaana qaarkood loo farxumeeyay shaqadan waxa weey dad carab wax ku soo bartay oo maafiya ah waxaan ka sii fakaray ayaa ma arkaysa macnihii ku sameeyay farta loogu yeeraa ani hadalku waa toosina caawa dadkan dad la farxumeeyay waay
شقدان مقبانه مسعي السقجان داهر على سوي وحلم دان أودي بنا فيديو جاكي حداد أرك تكورن شواري أو معني سحنا شريف حسن أو معني دبضي سكرو تاجنا داهر تكورن مرسل أو رفعت صن محاكم دي لايد وحنا كل شيء يعني هذا الرابع إنه في يوم ما ملسان أفكارنا وحكر هذه نسان وروحبان أجن هاي ملا جيابة إنا اللي حدان بيسكوا فلن عنان موي سنة إرساقد موي سنة ده كان ويسن دولي سين والله هيستا قفل بالميز كندا يا أستراليا شن تقارضوا ده وجوجا بيل لك مرحبا لكن ده كان ده اللي هيستواي أما كده برد أنت أما أدير ردينا ذه أما قبيل كده دفاع يجي سيد الله هيستوي وحي كلين وايدن حرينينا ورئيجا حرنما أباهن من حروب دونان إلا يكون في المانتا كهاية أي كرمادان في المانتا دو والا هاية والا تصيد لو سمرب إمادة وإمانا يان تلاذيب نو راع وي راع يان لفتا قرين عاية وي عاية تدباتن جرسي دي دو علاء أوكالو عاية تماية فكرة دو دماء هن دمير تو دماء هن لكن وي قسبيهين كما ركتي من ريحان قلنا شيء ومركة رفرماجة تاقير جري نبدأ إن الألبانة هاي دي جري دفاع قرانا هاي دي جري ما تسلا الساس واي ركة جحسة واي دي جري شان كونو دولار انتو اللو دري حمر لقاي ما ركتين أنا مركة يانكو شايق موقت ما المكدبنا سيدي ناك واللعضي اوكالي عد عدو او كل عاي قير مي براه بلشوط ما كاركتين موقال كيس ما كان نحذين بس كمان نحن هاي مية مركي الدمبي أنا بمركز وحيدي شاقي نين كان أوفر ماجة يا مريحان عيناي يا داروت واد أركي دونتان ساسان إذن داي سقو حمر جوغا حد ما عيناي يا مسو أمانا يا ما تسلاك أذنك إيه جوابة taa waxa jirta dhul baanta u dhalatay oo iyadana Uganda iyo Kenya iyadoo joogta kuwan intay u tageen ay filin ka duubeen oo macnaheedu aan shax daraa dhul baanta oo lagu maadaayo wasaqin waayay lahayd ha lagu socdo waa argagixiso marka qofka hadii la haysto dibkaas u leeyay marka ay wax amaanaysa dadkeeda waxay u fasax ka soo qaadanaysa kuwa filimaanta ka haya abu saasa dhaha ii ogolow gormey laga duubay keenya imeelahaas ay joogtay waa loogu tagay macnay wari wari ay iska dhigaysay macnay meela lagay casha laga dhiibay waa la fuulay ani been kuma sheegahay waxna waa laga duubay haddii qofka haduu ku fuulo hata okay way moqt laakiin hada fuulid rakaato wadataad macnay adduunkii qaribtay marka nimayo macnay maanta dhan ma saarnaanayno حال ربعينا نوجد منه، وجد بنتي. وربحين بقول كي بتضبعتنا، أيان ربعينا كلوا ذا أجو. بقول كي بالصدم ويدي منطح، هرد عهان لكن وكل شيء. لكن سيدا وصعدا مركا أوفير سيدا والله بقفله. إذا ماذا شاب يلا بوصل لقصة جراي. براو مكدقي كران. وليها الناجي هرب. مايا. هبر كولي كتاي مركز دورة شو مكو قبان كران مايا بيدا ما أقول لجين كران ويا أذك تاي مايا هدي أي أقول لجيان أما أدي صبا لو جوش بار رحوين أما رحوين أربع ركن إيمانة يده بيسن لا بد على سوى نسلك كران استاتيستيك وربحين تا عن هاي نوع حوي حسن شيخ محمود يعني من كان هدد دوس مرب مركز وجود بيس حالي معنيه وي وضع هذلين وحيد أن ما يواد عبيسين يعني إذنكو عايي فقاركو عايتمي حدنا مدحويني قرن كانوا إنا إتمادان حدنا الدقال هورا لقا قلو نبتي ذي لها ده وانا فشلان الدونكا إقابناي مركو حد يلي دان سدح بلوت أيان ما ويلينينا لايسان كاللفتا قرين انتو كرد عايو كدبنا حدي بايدباء انتقوينو أفقويان دور الشدكو قابناينا مركو حدو وحيد جرتا أبابل أفجو يدور شلوق قبناي. نمان كان مركا يكود درايان بعيد دبو أيان لوك كتجينه مركا يكوليهين. وحلاقي يا با
digli mirflaha oo dhan bay dhaba in lagu mashquuliyo marka ee meesha dhufaysa ka sii galaan is sii diyaariyaan hadda ma fahmaysaa laakiin meeshay u socdaan waa afgooyi waa meeshay hadda ka hor mardaadi uu yiri anaa madaxweyne ka noqonayo shabeelle state xasan sheekh maxamuud markii uu joogay waa tii uu diyaarinayay teeramkii hore in shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe la isku daro shabeelle state laga soo saaro afgooyana waa tii lagu doortay marka iyagu waxay u socdaan madaxtooyadii hore ee shariif xasan oo ku taalla afgooye meeshay kaga taalla soo raadiya warkan waa war sirdoon madaxtooyadii hore shariif xasan ma og tahay markii saddexda gobol uu gooyey saddexna uu soo reebay madaxtooye wuxuu ka dhigtay afgooye marka madaxtooyadii shariif xasan uu gelgeli jiray afgooye ku taal meeshay kaga taalla soo raadiya meeshaasay hadda isu diyaarinayaan ciidankan helikobtarta hadda hubka loogu soo raray oo laga soo dejiyey meesha la yidhaahdo mahadaay agteeda xalay ciidamadan shabaabka lasoo diraayo waxay doonayaan in ma arkayse adiga baydhabaad isleedahay dadkan way usoo socdaan baydhabo kama degi karaan bardaalin waxaasi waa mashquulin waay meesha ay rabaan in ay doorasho madaxweynaha ku qabanna ay dhahaan markaas kadib ma arkayse statekan laba madaxweynuhu yeeshay buuq iyo dood kadib in ma arkayse sheekadii badbaado qaran markii golaha wadatashiga qaran ay shiraayaan iyo farmaajo dowladda dhexe xasan sheekh iyo sheekh shariifna ay dhihi jireen iyo cabdiraxmaan annagana hana lagaga qayb geliyo waxay idinku yaa matashaan kuraastiini stadiyada aada maya annagana ay dhihi jireen oo kale hadhow marka waxay doonayaan waa laydin heshiisiinayaa yacnii dowladda fadhida mainland ee afgooye iyo dowladdii waqtigeedu dhacay ee baydhabo fadhida hawiya inay dhahaan annagaa idin heshiisiinayna dowladdii federaalkaa nahay kadib laysanka inay ka soo qaataan international communityga adigii in lagu heshiisiiyo kuwa ku heshiisiinayana waa mahad salaad waa fiqi waa alacdaala oo hadda aad diidantaha inay kusoo dhex galaan kadibna waxay rabaan ay kaa yeeshaan sidaasay u ordaayaan riyo qatara waay marka anigu waxaan u sheegi lahaa lafta gareen iyo dowladdiisii afgooye nin la yidhaahdo nuur xayir baa jooga ninkaasi wuxuu u dhashay reer jalof sacad waay ninkaasi isaga ah ciidamuhu meesha ku haystaa hawiyaa ku haaya xasan sheekh maxamuud baa geystay meesha waana ila og tahay oo mar dhexdaasa maraad isku dhacdhacdeen baydhabo markii aad wada hadlayseen yacnii dowladdaadi isaga wuxuu ku yidhi meeshaan aniga hawiyenimaan ku joogaa madaxweynaha qaranka federaalka igu og isbaaradan anaa afgooye amnigeeda iska leh marka sidaa awgeed ninkaasi 2,000 oo wiilal oo mirifle ah iyo 1,000 digla usoo dir waa ogahay saraakiil fara badan oo u dhashay shabeellada hoose oo baydhabo joogaa waxay tilmaameen afgooye haddii loo soo diraayo iyagoo 2,000 oo mirifla ah iyo 1,000 digla ay wataan ka yar aan imaanin karin waayo saraakiishaasi waxay og yihiin awoodda meesha taalla gurmadyada meesha ay ka heli karaan mooryaanta marka dad awl la dagaalamay oo dad badan ay iska laayeen oo maanta magangeliye ku joogaa jira baydhabo lafta gareenoo waad iga taqaanaa saraakiil digil ah waxaan kuu sheegayaa 3,000 oo wiil 2,000 oo mirifle ah iyo 1,000 digil ah usoo dir afgooye haddii kale qartaataa ka soo socota afgooye to be honest sidaasay dejiyeen baraaw haddaa xiratay marka aad xiratay baydhabo aad xiratay berdaal aad xiratay xudur ay xiran tahay afgooyey rabaan waana iridda digli mirfle looga soo duulay iyo biimaal ogow iyo mareexaan iyo wixii dhulkan degan oo dhan bikaas iriddan ay ka soo baxaan iriddan afgooyaa macnii koonfurta oo dhan lagu dhibaateeyaa salballaar afgooyey ka soo gashay waddadan dheer muqdisho marka albaabkan inaad xirtaan waa ku qasbantihiin lafta gareen iyo dowladdiisi ha 70,000 oo ciidankan macnii uunsi kuma shubanaysaan aakhirana ma ka dagaalamayaan you have to send now inaad wax sugtid maahan
before it is too late way u dhamaatay markaas kadib way qodobkaas isaga ah waxaan rabaa inaan ka gudbo kala guurka ayaan aadi doonaa Soomaaliya qodobkan inaan ka hadlo energy badan uma hayo laakiin waa galaya sababtay tahay xanuun aan dareemayo aniga hadda sida xaqiiqada ah hadalka macnihii in badan energy ma hayo ma fahmayse ma garanaysaa qodobkaasi af gooye waan isla garanay qodobkan mar kale maan ka dhigaa talo wuu culus yahay qodobkan ilan kala guurka soomaali ciwaanna waa ka dhigay lugahan la gala malaha waayahay walaalayaal waa idin salaamayaa qodobkan mar kale aan ka hadli doonaa insha allah anigi kala guurka soomaaliya ma ka hadli karo waa idin salaamayaa firdowse.